عندي ايضا فيديو واحدة من اخواتنا ام يزن. انطوني ام يزن يا شباب الفيديو مالتها. الفيديو يا شباب. السلام عليكم يا الكاظمي، اراقية وتناجدك اليوم، اريد من الله ومن عندك تنصب بليدي وتنصبني. انا مشاربك اليوم ابو، تطلب من عندك تساعدني. انا اريد تنصب بليدي منك الحلبوسي وزير الداخلية، اريد كلكم توقفولي وتنصبوني بليدي ابني مقدم بالداخلية كمس عصابة مال مخدرة. من كمس العصابة مال مخدرة من سجن النوبة ما شهرا احنا ابني ندور عليه وبعدين يلا عرفنا زين. الناس كلهم جوي من التعذيب، من قد ما تعذب ابني متعذب كلش متعذب. وزير الداخلية دز عليهم، من دز عليه اخذ ظل هناك يما 4 ايام دزة، ما قبل هذا الا دزة ما قبل يستقبلهم المدير، ودوهم للطبابة. هاي الطبابة مالتهم، هاي ما يعترف بها، هاي وداهم، هاي تقرير الطبي مالته من قد ما متعذب، هذا تقرير الطبي مالته، هذا من وزير الداخلية من المستشفى. هذا احنا اول مرة طلبنا المحامي مالته، طلب تقرير طبي، ما سوينا تقرير طبي، ما قبل رفض القاضي من قد ما متعذب. ليش؟ ليش هذا جزاته يكبس عصابه مال مخدرات هيجي يصير فيه؟ ليش لازم تحظى تشخيص لا شيء؟ هيج راسين ودنا بالسجن. ليش هيجي؟ ليش؟ يعني شبه يكبس عصابه. يما ام يزن الله يساعدك. ام علي شلونك؟ ام علي شلونك ام علي؟ الله يخليك. ابني شو اسمه ام علي؟ وليدي شو اسمه وين يشتغل؟ ابني مقدم بالداخليه على القسم مال المخدرات. شو اسمه؟ علي عباس. علي عباس مقدم. علي عباس وين كمش العصابه يما؟ كمشهم بالكرخ، على الكرخ. زين، عنده مذكره القاء قبض ونفذ الواجب؟ لا هو اي عنده مذكره، هذا كمشهم زين من القاضي جابها، كمشهم اصوليه وهذا زين. كليته وداهم تشخيص، وداهم قضاء وبدائي زين، وداهم لين غير ضابطكم هاي والله زين. هو 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 يشتغل ببغداد. انت من بغداد يما؟ اي بغداد. ما انكمش العصابه ووداهم ورش قد ورش قد ورش قد ذبوه بالسجن ورش كم يوم؟ ورش كم يوم. ما طول زين. يعني ورا 4 ايام هيك 3 ايام واخذوه. بيا تاريخ بيا تاريخ هذا يما ام علي؟ يا تاريخ ايش وقت يا سنه؟ 20/7 21. انت وليدي شفتيه بالمركز؟ رحتي له؟ ها؟ رحتي له زرتيه بالمركز بالسجن؟ لا ورا شهرين انا ادور عليه، ورا شهرين انا ما ادري بيه، ما خليت ورا شهرين يلا دريت فيه هنا زين هذا البكان. هو ما لقيته ورا وين؟ وشفتي وراها؟ اي وراها شفته. شو يقول لك؟ شنو تهمته؟ تهمته يقول له شلون تحولها من تجاره الى تعاطي. من اللي قايل له؟ هو دولاكي. زين يمه المحامي مال الدولاكي يمه الدوله محامي التجار. الدوله اعتقل مو المكالمه، مو يدني ام علي محامي الان التجار. الان معين. الان التهمه مالت ابنك شنو تهمته؟ شو يقول له للمركز؟ تهمته اي يحولها من تجاره الى تعاطي. من اللي يقول له؟ الوستات. الله يخليك. ما يخالف يمه ام علي، انت بس اسمعيني معين. يا هل يقول له تحولها من تجاره الى تعاطي؟ منو؟ المحامي مالتهم. المحامي مالتهم ما له سلطه. الدوله والتجار ما هو التاجر يمه ام علي، بس فهميني. المحامي زين. هاي تفهمك، هاي تفهمك. طيني بك. هاي اختي طيني. السلام عليكم استاذي. هلا بابا الله يخليك استاذي، الله يوفقك. علي استاذي. علي من اعتقلته الدوله. نعم. وهو مقدم شو اتهمه؟ استاذي العفو، هو من اعتقله لا مذكره قبض ولا شيء، القاضي دز عليه استفسار، فمن راح للقاضي؟ القاضي سمعه مكالمه صوتيه، المكالمه الصوتيه بين منه؟ محامي مال تاجر المخدرات والمصدر. المصدر من هو اللي طلع وياهم القاء القبض؟ المحامي مال تاجر المخدرات متصل
متصل بالمصدر قايل له السلام السلام عليكم انت المصدر اللي طلعت؟ فقال له نعم شو تريد من عندي؟ قايل له ايدك تحولها من تجاره التعاطي تتفق لي ويا من ويا رائد علي انا اخويا مقدم علي. فقايل له هذا المصدر قايل لي شوف الله كريم. اخويا قابل سمع المكالمه فاخويا مستغرب قايل له العفو استاذ اني بارف جيت من مداهمه على الجروب مال الواتساب قاعده يعني شلونك مشهم واحد واحد والبارحه كل الطلقات واني ايام البوابه واخر شيء تقول لي هاي مكالمه صوتيه واني كان كل هدفي اسمه شنو صرت تجار مال المخدرات المحامي مالت العصابه اتصل باخوك المحامي مالت اي المحامي قال حولها يا ريت اخوي اتصل بالمصدر اتصل بالمصدر قايل اريد المصدر اريدك تتفق لي ويا رائد علي حولها من تجاره تعاطي واخويا مو ضابط الدعوه اخويا كان مساعد مكافحه مخدرات الكرخ يعني مو ضابط الدعوه هو ضابط الدعوه رائد علي اسمه فدلوا على اخويا اللي هو مقدم علي اي فاخويا قال الاستاذ يا هاي العفو استاذ هاي ما تديني نهائيا انا دارس قانون اول شيء المكالمه مو وياي وثاني شيء زين انتم خليتوا محامي بابا خليت حطينا محامين استاذ شو اي المحامي نعم استاذ حطينا المحامي شو قبل ورا شهرين يعني اخويا المحامي ايش قال ما طول عنده اعتراف بدائي اذا قال ما راح نحاول ما راح نقدر يا بس شو ما تقدر كان يقول اعتراف بدائي اخوك معترف على نفسه اخويا معترف على نفسه بالتعزيز يعني عنده ايش قايل باعترافه ايش قايل باعترافه التعريف بلعت باعتراف ايش قايل على اساس اتفق متفق ويا المصدر يحولها من تجاره تعاطي زين هو شلون يخاطر بحياتي ويكمشهم وبعدين يحولها يريد يحولها يعني بعده مجرد اتفاق يريد يحولها زين اذا فعلا يعني استاذ انا بس اريد اذا فعلا ناوي يحولها من تجاره تعاطي اهل التاجر مال المخدرات اهل التجار مال المخدرات والمحامي مال التجار مال المخدرات زين رائد علي ضابط التحقيق رائد علي ضابط التحقيق قال انه مقدم نعم. علي اجاني راد يتفق وياي نحولها لا 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 ما قال ماكو شاهد ايش قال شفت راد علي ايش قال مو اخذوهم معك اخذوه منها ايش قال ايش قال لهم قال لهم انا ماني دخل ما اعرف اي شيء انا مجرد انه هو محامي دخل عندنا للمكتب والمصدر موجود بالمكتب فانا ما اعرف شيء فالقاضي شي يقول لي العاد هذا صار يعني هو متهم هذا الرائد علي يعني ما اريد اقول اثنين انتم من العشيره هو والمحقق وكذا ما اريد ادخل بهاي التفاصيل هذا طلع كفاله من اول اسبوع المصدر المحاكم ما صعدوا المصدر طلعوه المصدر طلعوه مو المصدر لا طلعوا الرائد علي اللي بضابط الدعوه زين اخوك يعني الى تسجيل صوتي يحكي لا ماكو اي يعني لا اكو شاهد اكو شاهد اكو شاهد عليه الله شاهد جابوا المصدر يعني ممكن شو اخوي وبالتعذيب يعني اخويا ولا كم يوم عذبوه تعذيب قاعد يموت يعني لما جابوا يعني اخويا يعني وضعت مره ولا كم يوم جابوا المصدر جاب المصدر تعال يا اعترف على هاي اساس المكالمه شنو اعترف تعال اعترف انه انت يعني اتفقت ويا رائد علي لسه هم مصرين رائد علي متفق ويا رائد علي حولها من تجاره تعاطي يا بش احكي انا هم اتوقع ما بالقوه زين بابا انتوا سويتوا تقرير طبي بتهمه انه ابنكم اخوك متعذب اي حقول لك شلون عندنا تقرير طبي عن طريق حقوق الانسان حتى نضمن حق اخوي اي راح التقرير الطبي من حقوق الانسان راح لهم كان يرفضون التقرير الطبي، ليش ترفضون التقرير الطبي؟ كان يقولون والله هو بيرات تعترف، يا ابن شلون بيرات يعترف؟ زين التقرير الطبي بابا التقرير الطبي اللي طلع من جهه طبيه نعم. فحصت اخوك وقالت متعرض للتعذيب نعم التقرير الطبي استاذ هذا تقرير طبي لو تقرير حقوق الانسان اي لا تقرير حقوق الانسان رفض القاضي ما قبل يودي اخوي حق قال ما اسمحاني ما اسمح اوافق على التقرير يعني اذا هو ما متعذب انت ليش ما خليته يروح لجنه طبيه من حقوق الانسان موجود حتى بالدعوه هذا الرفض مالتهم ماشي يعني غير المفروض كانسان تثبتون حقه كانسان ماشي 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 بعدها وزير الداخليه اي من بدينا الرفض كان يعني يقول انا ما اسمح ضباطي بهاي الطريقه يتعذبون وينهانون الضابط له احترامه مهما يكون شفتوا الوزير الداخليه انتم هو تاجر يعني روح فوزير الداخلية استدعاهم المديرية الأمن ما
المديره تعمل ما بيقدروا يستلموا لان متعذبه يعني بأشياء انواع التعذيب. طيب هسه صوروا يعني كان هسه صوره موجوده وين مديريه الامن واثار التعذيب على وجهه. بعدها وين حولوه مباشره قبل ما يدخل اخوك الحكم الان لو بعده انحكم الكار. ايش قال انحكم؟ انحكم ثلاث سنوات. ماشي والله ماشي. يعني هسه اكمل لك اياها تدري وراها يعني من الحكم هذا المحامي مال تاجر مال مخدرات واهل التاجر مال مخدرات من شافه وضعنا يعني وتألمه يعني ما اقول لك قالوا لا الله شاهد احنا لا متفقين يا ابنكم ولا عندنا شيء في ابنكم ولا ابنكم اصلا طلع من عندنا الف دينار احنا خلي من عندي كل شخص كم ايش ابني بس الله شاهد احنا ما ندري هذا يعني هيك وضعكم ماشي بابا ماشي 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 انا راح اتابع انا راح اتابع هذا الموضوع مع السيد يعني مسؤول مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية. لكن أنا أريد أقول شيء للدولة، هذا الجهاز خطر جدا، جهاز مكافحة المخدرات. ليش أنتوا شفتوا اللي حصل للشهيد القاضي الله يرحمه بالعمارة؟ هذه مافيات عمي. زين أنتوا إذا بناء على معطيات الأم والأخت الآن اللي إذا يحجون بيها، هسا أنا ما أعرف شكو خفايا بالتقرير، أنا ما أعرف شنو الخفايا بالتقرير بالاعترافات، لكن كان يفترض انه احنا نغادر اساليب التعذيب وان حصل التعذيب فيودونا تقرير طبي. ليش السيد القاضي رافض انه على التقرير الطبي؟ وليش رافض تقرير لجنة حقوق الانسان انه معذب؟ فهذه امام انظار السيد وزير الداخلية. يفترض ضباط مكافحة المخدرات الان يراد لهم دعم عالي ويراد لهم امتيازات ويراد لهم حماية لين مهددين، والكل يدري أن تجارة المخدرات لها عصابات خطيرة مرتبطة بقوة خطيرة نقطة راس سطر. فلو تحموهم وتعزوهم أن هم يشتغلون عد الدولة وما تسلمونهم ضحية للمافيات، لأن المخدرات وراها ميليشيات عمي، وراها ميليشيات وراها احزاب وراها قوه متنفذه. ذولا شنو ذنبهم ملد الخايبه؟ هسه انا ما اعرف شنو قضيه الضابط، بس احكي بشكل عام واتمنى من القضاء ان يسمع هاي القضايا. والاخ معالي وزير الداخليه الاخ العزيز عثمان الغانمي، ترى هاي قضايا والله ما يسكت عنها،